اليوم المشاهدين اليوم ما كاين غير قنابل وما كاين غير قنابل المشاهدين الاعزاء، عارفكم كاملين كتسناو كلشي كيتسنى هذا النهار. اليوم المحكمه عاد بكريشه وكاين مفاجآت المشاهدين الاعزاء. خليكم معايا في هذا الفيديو تعرفوا واش طاري في الكواليس. صباح الخير عليكم المشاهدين الاعزاء، صباح النور، صباح الورد، وصباح الياسمين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. صبحوا تربحوا، بون ديبيت سومان. المهم كنتمنى المشاهدين العزاز ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ودبروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. يا المهمات يا خوت يا خواتات يا المشاهدين ديالي العزاز على قلبي، ما تنساوش لي الجماجم ديالكم واللايكات، واللي ما دايرش ابونيت ابونا فلاشين. راه بزاف فيكم كنلقاهم كيتفرجوا كيهربوا هذوك الباساجي. شوفوا اللي تفرجت وضحكت وما دارتش ليا لايك وما دارتش تعليق وما دارتش ابوني ما نسمحش ليها. يلا لايكات المشاهدين الاعزاء، الله يرحم لكم الوالدين والله يخليكم ليا تاج فوق الراس يا احلى متتبعين. كما كتعرفوا اليوم المحكمه هي مهمتي وكنا كنتسناو هذا النهار. قبل ما ندوز لكم المحكمه ديال بكريشه ديال اليوم، غادي نطرق لواحد المساله اخوتي المشاهدين. راني باغي نتزوج وخايف، وليت باغي نتزوج وخايف من هذا الموضوع ديال بكريشه، خايف لا نطيح فشي كحله العفطه بحال السريعه. راه كنتفرج في هذا الفيلم ديال بكريشه والسريعه والسعاد، نقول ميمتي الله يخرج حريرتي على خير. اعلم الله انا كي غيخرج ليا هذا الزواج عندك غنطيح فشي كحله العفطه. وليت عالي تقول لي الوالدتي الوالده ولات عباك وتمعني عليا يا وليدي انت غنفرحوا بك، ولكن نقول يا ميمتي ولا يوريك اش طاري في اليوتيوب غديري تفرحي بيا. راه دروينا نجوج بشي كحله العفطه تصيفطني والسريعه. مشيتي غضبانه عاد والديك لاش راجعه، سيري بقى غضبانه عاد والديك سيري لقينا الكحله بعد ما السيد بارك عليه. توحشتي وليداتك الزهير وسطيل، توحشتي مرجعتي عندهم تصيفطيهم. شوفي انا مقلدك اودي السريعه، ما تخرجي من هاد العائله ستصيفطيهم كاملين واحد مورا واحد هاكاك، وخدمي جمعي الفلوس لسعاد وليداتها. ما عندك فين تمشي، ارجعي بديتي معنا هاد القصه كملها معنا حتى الاخر. خدمي خدمي السعاد، خدمي الصالح ديال السعاد في الكواليس وجمعي الفليكسات وشوهي راسك وقولي انا عندي الغوز انا الخلفينو. المهم فلوس تدخل، فلوس تدخل، فلوس فلوس فلوس. سعاد راني هضرت معاها قلت لها صيفطي ادم وامين تا معاد السريعه. بارك عليك السعاد، ربيتي بما فيه الكفايه 18 عام وانت كضربي في التماره وتساري الليالي، صيفطي هذوك الجوج تا معاد السريعه تربيهم. يلا خليهم يقول لها ماما البديله، ماما مامي شنيتي كا ولا تقول لها ماما. انا سمعت شنيتي كا ولا تقول السريعه ماما، ونتريا ولات بحالهم بحال جدام ديك السريعه ملي تزوج بكريشه وهي مجرفطه من التجاعيد خرجوا لها في وجهها. جات تبارك الله نهار الاول كان شويه في هذا الضو، جاي دوك جوج صغيبات مزعراهم يا تلات بك ليا المود ديال السريعه. نهار جيتي قلنا لك جفاف في ديال اليوتيوب بقيتي جفاف في ديال اليوتيوب. المهم غندوزو لبكريشه والمحكمة اللي عنده اليوم، مع كلشي كيتسنى اليوم كاين الحكم على بكريشة. بكريشة ياك حل العفطة، اش يا ودي ياك انتي عخريز تخرز بلاي الغات وتمشي تضرب دويرة وتمجي، راه كان كيمشي يخدم عن الساعة وكيجي كيلقى سعاد خدام مسكين جايبة لي الماكلة من العراس، جايبة لي حقه من الحلوى، كلشي جايبة لي سعاد من العرس، وقال السيد مكوز فوق السداري بحال فرس النهر. ايوا السيد دخلوا الفلوس الزاغ كتقري ديك السريعه شنو تقولها شنو تقول، بحال شي وحدين شي كلاب شي كلبات من الطرف الاخر اللي خارجين البارح. هاو 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 الناموسه الناموسه هي اللي مصيفطاه. اما سعاد ما صيفطاتو 18 عام هادي وما عمرو هو كيعترف، تصوروا كيعترف وكل شيء كيقول لكم 18 عام وانا مع السعاد، عمرني ما عرفت المحاكم شنو هما. وكتقول هذا شنو تيكا قالتها، قالت لك حنا ما كنعرفوش شنو هادشي ديال المحكمه او الكوميساريه عمرنا وصلنا ليها، يعني تتزوج بسريعه هي سبابه. شوف داك يقول لك لا سعاد سحرت لي، وسعاد كون كانت سحرت سحر على راسها سحر هذيك الناموسه اللي كون نهار جا قال لها معذبه في حياتها هاد الناموسه. اش بغيت تخرج تقول لكم سراق الزيت كيجيني كيطير. سعاد راه كلشي تقبلوا منا دابا مسكينه مرفوع على القلم، ما كاينش المشعويده قد شنيتيكا ديالكم، وما كاينش المشعويده والسحاره قد السريعه ديالكم اللي فرقت البنات على امهم. راه كاين اللي كيسحر عند فوقها وكاين اللي كيسحر عند فمه الله يستر. مشعويد التعويد راه فيه وفي هذيك الطاقه السلبيه ياثروا على البنات لمكم في علمكم تاركه، هذا هو راه بالنسبه لي انا السحر اللي كيقلب شي واحد راه سحار. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ اما السعاد راه لا علاقه لها بهذا الشيء، السيد دارها ليه فمه
حنا ما بغيناش ديال الحبس، ما كنتشفاو حتى شي واحد، وما باغا حتى شي واحد الحبس. انا والله خوتي ما كنبغيش شي واحد الحبس، ولكن اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. يا ما بكاو ديك السيده، يا ما طغاو وتجبروا السيد. ما نقولكش شنو وقع ليهم، السيد كابر في الجوع، علاش نقولك نزلط على رحمه؟ واللي مزلوط خليه باباه مزلوطه، اللي مزلوط خليه مزلوط. السيد زيغوا الفلوس، شاف الحياه السعيده، ولو يدخلوا 10 مليون في الشهر، 15 مليون، 20 مليون، السيد شنت ولا باغي يطير؟ بقى اش باغي يدير معنا بوكريشه ولا لا؟ القنوات الكيلات كنصحوا بوكريشه سير تكمل شد فمك، لا لكم حزقينو وبوكريشه سير تكمش بوكريشه على الشيطان، لا سريعه بوكريشه سير تكمش، لا غزينو بوكريشه سير تكمش، لا الخلفينو. ايوا شوف الخلفينو فين كيوصل، راه شوفوا راه الله 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 كبير، واللي ظلم شي واحد ربي كينتقم منه. هادو الذنوب ديال السعاد، ماشي السعاد هي سبابو كما كتقولوا نتوما، لا لا لا، هادو الذنوب ديال السعاد، وكل دمعه طاحت من عينها. وعقلتو نفكروكم ملي كانت سعاد مريضه، عقلتو ملي كانت سعاد مرضات وقع لها المشكل ومرضات وهزوها في لومبيلونس، الدواء تاع الرباط باش كولو داك العرق، خرج بكريشه وقال لي موت موت كاع. هذا ما كيتشفاش في السعاد اللي كتقولوا حنا كنتشفاو بكريشه، ما كيتشفاش في السعاد اللي قال لي موت موت كاع اشنو غادي يوقع. هذه مريضه، وحنا دابا غنقولوا بكريشه الله يطلق سراحه، ولا ما نقولش الله يطلق سراحه، بالعكس دار الذنب يستاهل العقوبه. اي واحد كيضرب في المؤسسات ديال البلاد سيروح بيه بيس، باش يكون عبره شي وحدين اخرين اللي غيطاولوا على القضاء. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ سيرتو شي واحد عنده قناه، اللي عنده قناه ومتبعين وناس ومعروف، الى ضرب في القضاء ما خاصهمش يتعاتقوا معاه، خاصو ياخذ العقوبه اللي كيستحق. حيت الى هذا ضرب في القضاء وتجاوزنا عليه، واحد اخر غيدير كثار منه، غتولي عندنا السيبه. هذا غير يضرب في القضاء يقولك علاش بكريشه، راه بكريشه ما خلى ما قالوا سمحوا لي، اولا تجاوزوا عليه اولا. هذه يعني قضيه ديال ضرب في القضاء ما خاصش يكون سهل، مع المؤسسات ديال البلاد بصفه عامه خاصنا نوقروهم علينا بالاحترام. والقضاء المغربي ديالنا النزيه ما كيظلم حتى شي واحد، القضاء المغربي كيتضرب في المثل في العالم، كلشي كيهضر على الامن ديال المغرب، وحنا عارفين ان المغرب محطوط عليه العين، كلشي حاسد لنا على الملك ديالنا وعلى البلاد ديالنا وعلى الاستقرار ديالنا وعلى التطور اللي غدا فيه البلاد ديالنا. الحمد لله راه خاصنا الحمد لله ونشكروا اللي عندنا ملك بحال محمد السادس، الله يخلينا ويطول في عمره يا ربي، كيفاش كيبغينا وكيفاش كيحبنا وكيفاش كنحبوه، راه الناس حاسدين على هذه العلاقه اللي عندنا مع سيدنا الله يخلي لينا. والتطورات راه تشوفوا البلدان العربيه، راه فين المغرب فين يبان ديك الدول العربيه، راه سولوا الناس اللي ساكنين في الدول العربيه، جيراننا جيراننا ما تمشيش بعيد. انا ما كنهضرش على جزائري يخرجوا شي وحدين متبعين له، هنتينا ما هنتينا، انا بصفه عامه الدول العربيه، المغرب كيبقى الطوب. انا بعد ما نطرح كنقول المغرب راه غلطوا وجابوه في الدول العربيه، مول المغرب راه خاصو يكون ما عرفت فين. المغرب تبارك الله غادي نفح التطور الحمد لله، هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. ما نخليوش شي واحد يوسخ لينا بلادنا، اي واحد بغى يكون اي واحد ضرب في بلادنا ياخذ الجزاء ديالو، والله يخلينا القضاء المغربي النزيه. واليوم ان شاء الله غنوفيكم اي كان جديد على بكريشه، وكنتمنى ودي السريعه تحسي واحد شويه بتأنيب الضمير، انك انت هي السبب في هاد الفتنه كامله. ونهار اللي قلناك تجي باش تخرب هاد العائله ما كذبناش عليك، فعلا انت مخربه، انت جايه الغرض ديالك هو تربح الفلوس باي وجه كان، اي وجه كان، يمسك بكريشه الحبس ما كيهمكش. شوفوا غير نهار اللي تشد بكريشه لا غادي خارجه في اللايف كتعكر وكتكحل داك العينين، دوك العوينات المغير زات عندك كتكحل فيهم وتسوق، يعني ما مسوقاش لي. نتوما كتقاتلوا كتجمعوا الفلوس الصينيه ابو كريشه، والزوجه ديالو ما مسوقاش ليه، بناته ما مسوقينش ليه، بنته بكات في الاول واحد شويه وقال بعد راه عطيه الدور انا يكون با في الحبس، انا غيحل لي السفر ولا يحل لي العراس ولا السبوعات ولا الماكي ونلبس تكاشط، ما مسوقينش ليه لانه توا كان عالع. بيني وبينكم كنمحنهم، بيني وبينكم ما تسوقوش ليه، توا ماشي ديال التسوق، توا بحال داك حياته زايده ناقصه بكريشه. المهم المشاهدين زاد ما نطولش عليكم، الى كان شي جديد ان شاء الله نوفيكم به، تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ديال اللايكات ديالكم، دوك اللايكات الزوينين ودوك الورايدات ديالكم ودوك القلوبه، تحياتي لكم.